قرأت كأني أرمم هذا الخلود. كتبت كأني أرمم هذا الخلود، هو قصيدة واحدة وضعت فيها هذا الشاعر الذي هو الذي يمثلني في محكمة. كان القاضي حيدي، كان الشهود في أي محكمة شهود، لكن هؤلاء الشهود كانوا الأنبياء منذ آدم عليه السلام حتى خاتم الأنبياء والمرسلين. نزلوا الواحدة تلو الآخر، كل يروي ما حدث له وكأنه يعيش في واقعنا هذا، وكأنك أنت تصير الشاعر النبي المبتلى الطاغية، يعني تصير صراع نفساني في النص، ينتصر نهاية النص إلى هذا المؤمن الذي هذا الإيمان الداخلي، وينتهي النص بالانتصار إلى الإيمان. سامي ذيبي، والذي يعرف بإلقائه الشعري المتميز، يلقي حبكة نصه بتخريجة أرقى وأجلى للمستمع، صوت يساعدك على عدم نسيانه، والذي كلما مر بأمسية شعرية تلمس صداه وعمقه الشعري والثوري في كل النواحي والدروب، تاركا التساؤلات والنهايات مفتوحات على مصير مجهول ومعلوم في آن معاً.